رجع لنا استاذ طارق الدسوقي الفنان الجميل. الو ايوه، استاذ طارق، ازيك؟ اهلا بيك. ازيك يا استاذه سامي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، منور الدنيا كلها. فناننا ربنا الجميل، يخليك، انت اللي اجمل منوره فنان وبرنامج بنحبه. جميل جدا. انا الحقيقه متابع، يعني تابعت حلقات كتيره منه، وعجبني قوي اختياراتك للموضوعات اللي انت بتناقشيها، لان احنا الحقيقه في المرحله دي في امس الحاجه ان احنا نناقش الموضوعات دي اللي بتحاول ترجع لنا منظومه القيم والسلوك اللي ما اقولش انها اتهدمت او راحت، لكن تراجعت الى حد كبير، في خصوصا في الاونه الاخيره يعني. فكون ان احنا نركز عليها مره تانية ونتكلم عن علاقه الزوج والزوجه وعلاقه الابناء بالاب والام، ونتكلم النهارده عن ولاد الاصول، اعتقد ان ده شيء جيد وشيء مهم جدا جدا ان احنا نقدمه للناس في المرحله دي بالتحديد. لا سيبك يا استاذ طارق بقى من العلاقات الزوجيه، انا بتكلم على اولاد الاصول في الفن، هتكلم فعلا بجد على الفنان الاستاذ طارق دسوقي، اللي هو انا دايما اقول ولاد الاصول يا استاذ طارق مش بيتغيروا، ثابتين على قيمهم ومبادئهم مهما الدنيا راحت او جت، وده اللي احنا شفناه في حوالي 80 مسلسل تلفزيوني حضرتك كنت بطل لعمل يبين ولاد الاصول اللي ما بيتغيروش. عمرك ما خدشتنا بكلمه، عمرك ما خدشتنا أشكرك، بموقف، عمرك ما الحمد قلت لله. كلمه تجرح اي بيت او تخدش اي بيت او اي طفل او شاب او فتاه، يعني بجد انت نموذج للفنان ابن الاصول. اشكرك جدا جدا، ويا رب افضل دايما عند حسن ظنك وظن كل الناس اللي بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي. عايز بس اقول حاجه مهمه جدا او الفت النظر ليها، وهو مش تصحيح الحقيقه بقدر ما هو يعني تاكيد على المعنى، انه يمكن لفت النظر وقلت انه ولاد الاصول مش شرط ابدا يبقوا اغنياء او يبقى ماركه العربيه مش عارف ايه او لابس لبس براند معين شكله ايه، ولكن ولاد الاصول دي يعني معناها القيم والمبادئ والتربيه والاشياء الجميله اللي بتميزنا عن مجتمعات اخرى كثيره. بس انا عايز اكد على شيء مهم قوي، انه برضو هناك كثير من الاغنياء وان اللي بيلبسوا براندات وراكبين عربيات شيك قوي، لكن في نفس الوقت ولاد برضه ولاد الأصول اصول طبعا وعندهم قدره على العطاء كبيره جدا جدا، طبعا، وعمر الاشياء دي ما بتغيرهم، بالعكس بتزيدهم تواضع ولكن ليس وبتزيدهم مقياس. قدره على العطاء. ففعلا مساله الغنى والفقر ليست مقياس على 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 الاطلاق، فهو ليس هجوم ابدا على الاغاني، لان دي الارزاق ربنا اللي بيقسمها وهو اللي بيفرقها على عباده يعني. الحاجه الثانيه اللي عايز اكد عليها، ودي شيء مهم قوي ويمكن تطرق ليها الصديق البرنامج اللي اتكلم من شويه، مش فاكر اسمه بس للاسف يعني، استاذ لكن احمد، اللي قال لك او نوه على حته الدراما واهميتها في صياغه عقول وجدان الناس. فعلا اذا كنا عايزين نرجع ولاد الاصول وعايزين كلنا، وده الجين ده موجود على فكره فينا كمصريين، المصريين كلهم او الغالبيه العظمى منهم فعلا ولاد اصول، فلو عايزين فعلا ناكد على ده ونرجعه تاني، لازم فعلا الثقافه بشكل عام والفن بالتحديد والدراما على وجه الخصوص تلعب دور خطير وكبير جدا جدا في محاوله اعاده صياغه عقول ووجدان الناس مره تانيه، واعاده منظومه القيم والسلوك والمبادئ اللي بتميز هويتنا المصريه بعاداتنا وقيمنا وتقاليدنا، اللي هي بيحاولوا كتير ان هم يطمسوا هذه الهويه او يمحوها او يغيرونا بمعنى اصح. وانت قلتي كلمه مهمه قوي قوي، ان ولاد الاصول بيباروا في الازمات. لو بصيتي على الشعب المصري الاصيل ده، ابن الاصول ده، هتلاقيه في كل المواقف الصعبه وفي كل الازمات بيبان معدنه الاصيل وبيلمع وبيدي دروس لكل انحاء الدنيا ولكل شعوب العالم في الاصاله وفي التمسك بالجذور وفي بالحفاظ على هويته وعلى بلده وعلى وطنه. ولاد الاصول كمان اللي بيضحوا بحياتهم عشان يحمونا وعشان يحافظوا على البلد دي وعلى ارضنا وعلى عرضنا، اللي كل يوم بيستشهدوا وبيدفعوا حياتهم دما للدفاع عنا، سواء شهداء الجيش او شهداء الشرطه او شهداء من المدنيين الابرياء. ابن الاصول هو اللي بيخلص في مهنته وهو عارف انه عائد اخلاصه ده هيعود على كل الناس مش عليه هو فقط. ابن الاصول اللي فعلا بيحب وطنه وبيشعر بالانتماء، ومهما اتغرب ومهما سافر وراح في كل بلاد الدنيا، لكن بيفضل مرتبط بجذوره، فخور ان هو مصري،
وان هو ابن البلد دي، ابن اقدم واكبر دوله او اقدم دوله عرفتها البشريه وعرفها العالم كله. فاعتقد يعني انه ان احنا الحمد لله الحمد لله عندنا ولادينا نماذج مشرفه ومضيئه كتير جدا جدا، ولاد اصول سواء في عصرنا القديم او الحديث او حتى اللي جاي. والله بجد يا سونيا انا بقابل احيانا، انا يمكن من اكثر الفنانين اللي بيعمل لقاءات مفتوحه مع طلبه وطالبات الجامعات والمدارس في كل انحاء مصر وفي كل المحافظات. والله بفرح في نماذج كتير جدا جدا مشرفه ومشرقه ومضيئه في اولادنا، بجد بيحسسوني ان مصر لسه ولاده وبخير، وان شبابنا دول بخير، بس عايز اللي دايما يتواصل معاهم واللي يخليهم يعبروا عن نفسهم وعن افكارهم وعن رؤاهم، واننا نشيلهم المشعل والمسؤوليه فعلا وهم قدها. لان فعلا من خلال حواري معاهم بلاقي اسئله وبلاقي اجابات تنم على قدر كبير جدا من النضج ومن الوعي ومن الاحترام ومن الاصل. ف يعني انا سعيد جدا طبعا بحواري. احنا اللي سعداء جدا جدا بخصوصا يا استاذ طارق انت يعني احنا دور الفن، انا مش ان احنا طبعا كياننا وافكارنا الفن هو اللي ادهولنا. يعني انا عايزه اقول لك انا لسه كنت بدي مثال، بقول الحاره زمان ما صورت ولاد طبعًا. الاصول النخوه والشهامه طبعًا. ولاد البلد والجدعانه، ما كانش ليه علاقه بقى بشارع مليان قصور ولا مليان فيلا، لا ده احنا كنا بنطلع من الحاره في الازمات طبعًا. في الازمات يا استاذ طارق بنشوف نفسنا بجد. يعني بص احنا نقعد نشتكي ونقول ونعيد وممكن نقعد نخبط في بعض وننقد بعض، لكن وقت الازمات بنبقى اولاد اصول قوي قوي، بنبين اصالتنا وبنبين حضارتنا وبنبين القيم اللي الناس كلها بتتعلمها مننا. عشان كده يمكن لغايه النهارده لما بنتفرج على اعمال ابيض واسود من افلامنا او مسلسلاتنا القديمه بتاعت زمان، يمكن احيانا دموعنا بتنزل واحيانا نبقى بسعدة وفرحانين وبنتفرج على العمل العاشر مره ولا 20 مره وما بنملش ولا بنزهق. ليه؟ صح. لان بنشوف في نفسنا فعلا احنا كده، هو احنا ده الاصل المصر اللي بجد اللي بحقه حقيقي. صح. انا وبرضه حتى في عصرنا الحديث او الحالي انا بيحضرني دلوقتي وانت بتتكلمي على ولاد الاصول وعلى الاسر المصريه البسيطه الحقيقيه، ده يحضرني فيلم عسل اسود مثلا بتاع احمد حلمي. او شوفي اسره المصري اللي هي انعام سالوسه وادوارد الاسره دي ما زالت موجوده، اسره مصريه حقيقيه فعلا ما زالت موجوده في حوارينا ومناطق الشعبيه ما اندثرتش على فكره. وده اللي خلى احمد حلمي بعد هجرته في الفيلم يعني او المصري في الفيلم بعد هجرته الكبيره سنين طويله يصر على انه يرجع تاني يعيش في بلده مصر مهما كانت فيها من مشاكل، مهما كان فيها من ازمات، مهما كان عايز يعيش فيها برضه بحلوها ومرها. ليه؟ علشان نفسها وعشان ولاد الاصول اللي فيها وعشان هذه الاسره اللي اثارت جواه شجون وعبق التاريخ والماضي وفكرته بجذوره وبابوه وانهم لسه موجودين على نفس الطيبه وعلى نفس الشكل وعلى نفس السلوك وعلى نفس القيم. فاحنا بنمثل حاجه برضه ان شاء الله في المستقبل. كلمه جديده اللي بنقولها اللي طلعت جديده علينا، يقول لك شعب علينا، شعب ملوش كتالوج. يعني شعب ملوش كتالوج ده يعني عارف بقى اللي هو ايه، وقت الازمه ملوش كتالوج، احنا اصولنا بتطلع. يعني ممكن يبقى فينا عيوب كتير طبعًا، لكن وقت الازمه تلاقي حاجات كده جميل عماله تطلع طبعًا مننا مش عارفين جت منين وازاي ومعقوله وازاي وكده، فدي حاجه لطيفه جدا. سونيا في الست سبع سنين الاخيره من اول ثوره يناير لغايه النهارده في السبع ثمان سنين اللي عدوا، الناس ما خدتش بالها احنا جه علينا وقت سنه كامله تقريبا ما كانش عندنا رئيس جمهوريه وما كانش عندنا برلمان وما كانش عندنا دستور وما كانش عندنا تقريبا عملناه بنفسنا، حمينا نفسنا وعملناه بنفسنا، كنا واقفه على رجليها والناس بتروح الشغل وبترجع ومحافظه عليها وعلى كيانها وعلى مؤسساتها. هم دول المصريين، المصريين اللي بجد يعني ايام الثوره ما كانت تلاقي الناس تروح تجيب ما حصل، ما فيش خضار ولا في فاكهه، تلاقي يروحوا مش عارفه فين يجيبوا كميه من العيش ويقفوا في اول الشارع ويجيبوا خضار ويجيبوا فاكهه ويامنوا ويشوفوا قطاع الطرق ايه ايه المنظومه اللي طلعت فجاه دي. طبعا وده يمكن اللي خلى او دفع سياده الرئيس دلوقتي السيسي ده هو يؤكد على مساله بناء الانسان واعداد واعاده الشخصيه والهويه المصريه تاني، لان فينا الخير، فينا الخير وفي كل على فكره من اول ما حكم لغايه النهارده هو مراهن على هذا الشعب، هو مراهن على الناس دي
انها فعلا هتصبر، وانها رهان هتصمد صادق. وهتقف حائط صد منيع ضد كل ما يحاك ضد هذه البلد من مؤامرات سواء من الداخل او من الخارج. واعتقد ان رهانه في حله، لانه فعلا مصر والشعب المصري انا في رايي هم دول ولاد الاصول اللي بجد. وانا يمكن سافرت كل بلاد العالم، بس والله من غير شتونيه ولا تحيز، انا بعشق تراب البلد دي وبحب الناس دول وبشوف فيهم فعلا ولاد الاصول اللي هم بجد واللي بيحققوا حاجه. واحنا بنحبك يا استاذ طارق جدا جدا أشكرك وبنحترمك. في فرق، انا دايما بقول في فرق ما نحب فنان ونحبه ونحترمه. احنا بنحبك ونحترمك لانك كنت مثال للفنان الاصيل اللي بيدور على جذور الارض كده ويطلعها لنا كده ويقول لنا ده الخير وده الطيبه في كل اعمالك. عمرنا ما شفنا لك عمل ممكن نخجل او نتكسف منه، هو ده فناننا الجميل. ميرسي يا استاذ طارق على مداخلتك. بشكرك جدا 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 وبتمنى لك كل توفيق ونجاح. الله يخليك. وبشكر القناة مصر البلد انها اتاحت لي الفرصه ان انا التقي بحضرتك وبالساده المشاهدين بتوعك. احنا اللي بنشكرك، ربنا يخليك. ميرسي، ربنا يخليك يا استاذ طارق. شكرك اشكرك. لما الفن يتكلم، لما الفنان الاصيل يتكلم، الفنان الجميل طارق دسوقي زي ما بقول فنان اصيل. في فنانين تحس بيهم بالاصل والقوه واصيل، ما فيش حاجه غيرته. لا المد يعني لا الفن، ما الفن في وقت من الاوقات الفن ابتذل ما اشتغلش يعني. ما لا، انا هقدم فن هادف ونظيف ومحترم، يا مش هشتغل، ما فيش مشكله، ما عنديش مشكله. هم دول ولاد الاصول يعني، حتى ولاد الاصول في حياتهم كده اللي هو الانتقال من حال الى حال او عمل الى عمل. انا مبادئي هي هي وانا قيمي هي هي، مش هتغير، ما فيش حاجه هتغيرني. ابن اصول